كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قفزة في قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 42.8 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار وبنسبة أكثر من 23%. هذا وجاء الغاز الطبيعي المسال في المقدمة بقيمة تقدر ب 7.9 مليار دولار، ثم الأسمدة بقيمة 2.7 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار، ثم منتجات البترول بقيمة تقدر ب 2.6 مليار دولار. شهد العام 2022 نجاحات كبيرة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، وذلك على مستوى المحاصيل الزراعية وتوفير الأسمدة اللازمة للزراعة في جميع المحافظات، ويأتي ذلك في إطار توجيهات ودعم القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة معدلات الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية، ومن ثم تنمية الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج. والمزيد والعرض التالي مع الزميل مصطفى مزار. إنجازات غير مسبوقة شهدها قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي في عام 2022 في ظل افتتاح سلسلة من المشروعات القومية في هذا القطاع الحيوي والذي يحقق الأمن الغذائي للمواطنين. خلال العام افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الذي يقع على امتداد طريق محور رود الفرج الضبع الجديدة والذي يعد باكورة مشروع الدلتا الجديدة. المساحة المستهدف استصلاحها من خلال هذا المشروع تبلغ 1,050,000 فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة والبالغة 2.2 مليون فدان. كما شهد العام التوسع في توفير الطاقة والمعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة وعالية الإنتاجية مبكرة النضج موفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز. كل ذلك أدى إلى زيادة إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير من العام الجاري 2022 وحتى نوفمبر لحوالي 5,615,000 طن من المنتجات الزراعية. أما في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتعظيم منتجاتها، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل في مدينة السادات بمحافظة المنوفية. المجمع هذا تم إنشاؤه على مساحة 1,000 فدان وبإجمالي 5,000 رأس حلاب بطاقة إنتاجية 150 طن ألبان في اليوم الواحد و3,000 رأس تسمين بطاقة إنتاجية 1.5 طن لحم حي في الدورة الواحدة. كذلك يتواصل العمل بالمشروع القومي للبتلو والذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء وتوفير فرص عمل للسيدات والشباب بالقرى وزيادة دخل صغار المربين بما يحقق حياة كريمة لهم. إجمالي عدد المستفيدين من هذا المشروع منذ بدايته في عام 2017 وحتى يوليو 2022 بلغ 41,000 مستفيد من صغار المربين بمختلف المحافظات، تم تمويلهم جميعا لتربية وتسمين 473,000 رأس من الماشية وبتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه. هذا بالإضافة لكذلك تواصل الدولة جهودها في هذا الإطار من خلال تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية والتي بلغت 826 مركزا، كما تم تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية لأكثر من 530 قرية، وتم فحص وعلاج أكثر من 450,000 رأس خلال عامي 2021-2022. إذن انتهى العام عام 2022 ولم ينتهي العمل والبناء في كل القطاعات التنموية وفي مقدمتها وبلا شك قطاع الزراعة والذي يسهم بحوالي 15%
من الناتج المحلي ويستوعب أكثر من 25% من العمالة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب بأكثر من 6% هذا الأسبوع على خلفية مؤشرات قوية على نمو الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط الخام وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أقل حدة. وانخفض خام برنت بنسبة 2% ليسجل مستوى 83.86 دولارا للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 2% إلى 78.27 دولارا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 14% لتصل إلى 3.21 دولارات للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعية بنسبة 3.36% لتسجل 3.57 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت على انخفاض إذ أدت تصريحات لمسؤولين تنفيذيين ببنوك كبيرة لزيادة المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي. كذلك تأثر المؤشر ناسداك أيضا بهبوط أسهم شركة تسلا. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعية بنسبة 75%. وفتح ستاندرد أند بورز 500 متراجعا بنسبة 57%. انتهت جولتنا الاقتصادية والعودة إليكم مرة أخرى محمد وأدهم. شكرا لك يا ميرنا.